ان هي انا زلمي مجوز على الورق مش على الورق، برضاي مش برضاي، المهم اني مجوز. وانا وانتي ما فينا نكمل مع بعض حتى لو بنحب بعض. كبت العقد؟ كان لازم كبه لبلش صفحة جديدة وكفي حياتي. مش هذا اللي بدك اياه؟ مش هذا اللي بدك اياه انت كمان سيف؟ لا ابدا نايا، مش هيدا اللي بدي اياه، هيدا اللي لازم يصير. بالنهاية أنا زلمة مجوز. على الورق مش على الورق، برضاي مش برضاي، المهم إني مجوز. وأنا وأنتي ما فينا نكمل مع بعض حتى لو بنحب بعض. في ظروف بتبرر الكسب، ما هيك؟ هلا اذا مخبيه عنك شيء بتفرق، كذب شيء تاني كليا يعني. سيف
الكذب والتخبية بالنسبة لإلي زيت الشيء، ما بقبله خاصة من شخص بحبه. شو؟ ما قلت لي مفصلي بعقيل. ميرسي. بس ما جاوبتني. عشو؟ عشو؟ في شيء ببرر الكذب سيف؟ يعني أنا سمعت وجهة نظري. يعني لازم أسمع وجهة نظري حتى أقدر أحكم مضبوط. بس فيني أقول لك شغلة؟ إنه أوقات الظروف تجبرك انك تخبي شيء او تكذبي او تكوني قصده.